بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن صالح تنيان منظم البطولة والمسؤول عن الألعاب الرياضية في سعودي نين رايت ستيت. كيف شفت البطولة؟ كيف التنظيم؟ كيف سويت ما سويت؟ البداية كان البداية نوعا ما صعب صراحة، كيف تسجل فرق، كيف كل الفرق، كيف تشخص البطولة كولاية، عرفت شلون؟ البداية كانت مرة صعبة علينا، بدنا الأساس كيف كم تجيب أفريقيا تسجل بطولة حقتك. فبداية أول شيء برومو البطولة ونشرناه، الحمد لله بعد فترة بسيطة بعد أسبوع تقريبا وصلنا في أمريكا، دخلوا معنا كراعي رسمي في البطولة الحمد لله، وكانت البداية يعني تحفيزية صراحة. وبعد نشرنا البرومو كصفحة في فيسبوك في التويتر في مواقع معينة، والحمد لله جاء ما شاء الله 14 فريق تقريبا في البطولة. وكيف شفت الفرق المشاركة كلها واللاعبين الموجودين؟ والله ما شاء الله يعني ما توقعت، على اللعيبة ما شاء الله ممتازين، يعني عندنا فرق من ميشيغان، عندنا من انديانا، عندنا من بيتسبرغ، عندنا من لا اله الا الله، عندنا من تينيسي. فما شاء الله اللعيبة اليوم الحين لعبنا مباراتين مع تينيسي وبيتسبرغ، ما شاء الله يعني لعيب مش هتشرف نتفرج عليهم يعني ما شاء الله. وكيف تشوف هل نجحت الى الان البطوله يعني المجموعات؟ يعني احنا شفنا ناجحه ما شاء الله كل مقاييس، يعني استكمال احنا اليوم نخلص دور المجموعات ان شاء الله، والسلسله الجايه باذن الله نلعب دور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي ان شاء الله، بس ان شاء الله يعني نكون اخترنا البطوله باذن الله. يعطيك العافيه، الله يكرمك. كابتن احمد الملوقي مدرب فريق سعودي هوكس من جامعه يونيفرسيتي اوف تينيسي ات مارتن، كيف شفت اول مباراه عندكم بالبطوله وكيف شفت الفريق احد الفرق المرشحه في ديتن؟ والله البطوله ما شاء الله الشباب ما قصر، الاخ صالح ما قصر في البطوله، والبطوله ما شاء الله يعني الحمد لله تمام. الفريق قدم مستوى ان شاء الله ما هو المستوى المطلوب، يعني مستوى متوسط، المفروض يقدمون اكثر. يمكن عندي كم عنصر في الفريق على اعلى مستوى لاعبين انديه، فان شاء الله المباراه الثانيه احنا الحمد لله فزنا 5-1 المباراه الاولى، وان شاء الله المباراه الثانيه بيكون افضل من كذا، وان شاء الله ان احنا متاهل بالمركز الاول ان شاء الله. ما شاء الله. كابتن كيف شفت يعني الاجواء في ديتن والمباريات والجمهور يعني الحضور؟ والله من افضل ما يكون، يعني احنا صراحه انا ما اقول لك ان احنا رايين بطولات، احنا اول بطوله نشارك فيها رسميه هذه البطوله ما شاء الله، فكتنظيم وكاداره البطوله صراحه على اعلى مستوى، والاخ صالح برضو اذكره انه الرجال ما قصر، كان متواصل دايم معي وبعد الترتيبات كان بيساعد على الفنادق وكيف يستفسر على كيف طرق المواصلات حقتنا، هل كان دائم باستمرار معي على اتصال، وما قصرته صراحه. البطوله جدا مرتبه وجدا والاجواء جدا رائعه. لا كويس الحمد لله. طيب كابتن احمد يعني ما شاء الله فريقكم واضح عليه التنظيم، واضح عليه التجانس، واضح انكم لكم فتره يعني تلعبون مع بعض، يعني لو تشوف الفرق الثانيه تشوف في اختلاف شوي في المراكز، ما يعني الواحد مو عارف وين قوي. يعني الحمد لله احنا لربك الحمد، احنا من اول ما اعلنت البطوله بدات طبعا اختيار اللعيبه، بدا في تمرينات يوميه، صارت في تمارين لياقه في الجيم، في المسبح، كان في مدرب لياقه بس كان عنده اختبار ما جاء، وفي كان عندنا مدرب حراس مرمى برضه ما جاء، ظروف خارج اراده عنده اختبارات، والحمد لله. وعندنا لاعب كمان مهاجم بس جاء له مفصل قبل المباراه، قبل ما نسافر بيوم الله يشفيه، وان شاء الله بيحضر ان شاء الله في دور الثمانيه. يعني كانت ترتيبات جدا قويه، كنا دائما يعني تقريبا كنا نتمرن في اليوم ساعتين ما شاء الله، تقسيمات، احماءات، جري في داخل الجيم وخارج الجيم، لا وكلها وضحت والله في الملعب الحمد لله. يا رب لك الحمد، الحمد لله. يعطيك العافيه، ما قصرت كابتن، شكرا جزيلا. كابتن ظافر كابتن فريق سعودي هوكس، كيف شفت وش انطباعك عن البطوله، عن اول فريق يعني انت قابلته فريق مرشح فزت عليه 5، يعني كيف شفت انطباعك عن البطوله الى الان؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم على الاستضافه، صراحه فرق على مستوى عالي جدا. الفريق اللي لعبنا معه كان من الفرق اللي سمعنا انه خذ البطوله، وكان فريق جدا جدا خصم في الملعب، ولكن الحمد لله كان معنا فريق كويس، عناصر ممتازه، تجانس بين اللعيبه، الحمد لله استطعنا ان نخلص المباراه باقل مجهود بالنتيجه طلبها من المدرب. طيب وش توقعاتك البطوله يعني من خلال المباريات الثانيه اللي شفتها؟ والله صراحه زي ما قلت لك ان الفرق مره يعني على مستوى عالي جدا، ولكن ان شاء الله احنا نحاول ان شاء الله اننا نتاهل الدور الثمانيه، وبعدين نفكر ان شاء الله بالمباراه الجايه. بالتوفيق يا كابتن، يعطيك العافيه.
كابتن ابو جابر كابتن فريق بلاورز الحاصل على البطولة الماضية والمرشح كان يعني قوي للبطولة هذه. اليوم طلعتم يعني من اول مبارياتكم كلها يعني ما كانت بالمستوى زي البطولة الماضية، وش صار بالفريق؟ كلمنا وش في وش صار بالضبط بالفريق؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم وشاكر لك تحت الفرصة. زي ما تفضلت فريقنا كان من الافريق المرشح للبطولة، لكن للاسف الفريق صارت له ظروف في البداية، احتياط للأسف ناقصين، نلعب باثنين احتياط كذا لاعب مصاب يلعبه مصاب، والحمد لله يعني الواحد يعني الفال إن شاء الله بالبطولات القادمة إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. كيف شلون رجلك؟ كيف إصابة؟ كيف الإصابة؟ بالنسبة لي إصابة المباراة الماضية، وحاولت صراحة إني أتحمل على نفسي اليوم لكن للأسف ما قدرت، ولكن الشباب اللي في الملعب أدوا اللي عليهم وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. هارد لك يا كابتن، توفيق. كابتن أبو خالد كابتن فريق الكابتن الثاني لفريق بلاورز اللي رفع الكاس في البطولة الماضية، كيف شفت البطولة هذه؟ وكلمني عن فريقك، يعني ما يعني كان صدمة البطولة أنكم طلعون من المجموعات. والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ما أثني على كلام أبو جابر، الحمد لله أدينا في المباراة الأولى فزنا، المباراة الثانية أدينا ولكن انسرقت المباراة منا، المباراة الثالثة قابلنا فريق قوي جاهز وحن فريقنا ناقص، عندنا إصابات عندنا احتياط ناقص، ولكن الحمد لله العيال ما قصروا سوينا اللي علينا، إن شاء الله نعوض في المرات القادمة ونقول بالتوفيق للفريق الباقي. طيب وش تقصد يوم أنك تقول انسرقت منا المباراة؟ انسرقت منا والله ما تدري، ظروف مباراة يعني أدينا هجمات الحظ خالفنا، ما أبغى أقول إيش اسمه تحكيم، لكن نقول انسرقت بس. ليه يعني ما شفت التحكيم بالمستوى المطلوب؟ والله ما قصر والله والله ما قصر، عرفت؟ لكن يعني انا عارف ان عندهم عليهم ضغط واللي في الملعب مهم مثل اللي برا، يعني اللي يشوف من برا، لكن ما قصر. يعطيك الف عافيه، ما قصرت كابتن، توفيق. كابتن فريق دريم تيم من جامعه روبرت موريس من بيتسبرغ، كيف شفت البطوله؟ اول مباريات لكم في البطوله فزتوا فيها، كيف شفت الفريق الخصم من احد افرقه ديتن؟ والله الحمد لله رب العالمين، ربي وفقنا استطعنا نفوز باربعه الحمد لله رب العالمين. الفريق اللي ضدنا كان منظم كويس، حارسه ممتاز، لكن الحمد لله بجهود اللعيبه قدرنا نفوز، قدرنا الحمد لله نتاهل، لان المباراه الاولى اللي سمعت عنها انها صارت تعادل، فالحمد لله يعني ضمننا التاهل لاول مباراه الحمد لله رب العالمين. طيب كابتن، متى جهزتوا فريقكم؟ كيف التجهيزات؟ كيف اختيار اللاعبين؟ يعني هل يعني كم لكم تمرون مع بعض؟ يعني والله فريق تقريبا لنا من هذا السمستر ونلعب مع بعض من بداية نادي سعودي، يعني في جامعتنا استطعنا يعني نكون فريق ممتاز، عندنا نخبة من اللعيبة ممتازين، حتى في ناس ما ناديناهم لكن هذه الصفوة يعني من الجامعة الحمد لله رب العالمين. تقريبا سمستر كامل نتمرن عارفين بعض، وكل الشباب يعني الحمد لله رب العالمين يدنا واحدة، وجينا والله هنا يعني ما ضربنا مشوار اربع ساعات من عبث، نجينا نضرب اربع مشوار يعني اربع ساعات مشوار، والله ما فكرنا نتهدر المجموعات نطلع في النهائي، لا ان هدفنا ان شاء الله باذن الله للبطوله، وهذا الهدف الرئيسي لنا وللشباب الباقيين يعني. بالتوفيق يا كابتن، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك حبيبي، شكرا لك. كابتن احمد الدخيل كابتن فريق دريم تيم، كيف شفت اول مباراه لكم؟ و يعني بنسبه كبيره انتم تاهلتوا الحين المجموعه الدور الثمان. والله بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكر الشباب على المجهود الكبير اللي قدموه في أول المباراة، صراحة يعني ضربنا مشوار تعبنا، كنا نتمرن طول أقل شيء يعني نقول الأسبوعين اللي فاتت، كانت شباب جادين جدا في التمارين، كنا متحمسين جدا للبطولة هذه إن نلعب فيها ونقدم شيء للنادي السعودي أو لأنفسنا أولا في أول مشاركة لنا في هذه البطولة. الحمد لله قدرنا إنه نحقق الفوز الأول لنا في البطولة هذه، طموحنا إن شاء الله كبير، طموح الشباب كبير، وإن شاء الله يعني هذه لست للبداية، ما احنا مقتنعين حتى بالفوز اللي يعني جبناه في أول المباراة، إن شاء الله بإذن الله باقي قدامنا المباريات كثيرة، باقي الشباب يعني عندهم طاقات ما استثمروها، باقي صراحة في مجهود شباب باقي يعني ما قدموه في هذه البطولة، إن شاء الله راح نظهر مستوى أفضل بإذن الله في المباراة. ألف مبروك كابتن. بس هل شفت يعني مباريات اللي شفتها، مباريات اللي حضرتها، مباريات اللي لعبتها، هل شفت ان البطوله يعني تستاهل يعني انكم يعني تجون مثلا من ولايه لولايه ثانيه؟ يعني هل في الحماس اللي يعني
تستاهل انك تجي؟ والله بالتاكيد يعني صراحه اولا نشكر اللجنه على المجهود الكبير اللي مقدمينه هنا، على السمعه الحلوه يعني اللي كانت البطوله الاولى هي اللي حمستنا انه نحضر ونجي البطوله هذه بالذات صراحه، والشباب الموجودين، التغطيه الاعلاميه المتميزه الموجوده في البطوله، صراحة الجو في البطولة هذه يحمس أي يعني أي جامعة أو أي واحد إنه ممكن يشارك ويلعب في بطولة مثل هذه. يعطيكم العافية، شرفتونا ما قصرت، شكرا حبيبي. معنا كابتن فريق سعوديين فلنت من جامعة يونيفرسيتي في ميتشيغان أت فلنت، كابتن وليد الروقي، ولاعب الكابتن الثاني فيصل نفيسة. وتفضل الكابتن، كلمنا عن البطولة وش شفت فيها، كيف شفتها، يعني عطنا يعني وش اللي عجبك وش اللي ما عجبك ككل يعني. والله وش، بسم الله الرحمن الرحيم، أعطيكم العافية، ما قصرت صراحة. البطولة بدايتها يعني تبشر بخير وإن شاء الله يعني راح بإذن الله راح يكتب لنا النجاح إن شاء الله. نشوف إن البطولة جدا إلى حد الآن على حسب يعني من أول مباراة نشوف إنهم جدا يعني بيرفكت، وإن شاء الله بإذن الله راح يكون التعاون لجميع الفرق، وبس نشوف نشوف وضع الفرق الخارج الولاية، بس نعطي بس شوية يعني تنسيق شوية كذا، وإن شاء الله بإذن الله راح يعني راح تكون الجسم البطولات الجاية راح تكون فيها يعني نجاح إلى نجاح. الله يعطيكم العافية. طيب كابتن فيصل، كيف شفت المباراة اليوم؟ كيف شفت فريقكم استعداداته؟ كلمنا عن سويته من قبل عشان المباراة هذه. والله طال عمرك إحنا يعني كانت رحلتنا طويلة، وجينا من فلنت كان وصولنا الساعة 8 الصبح، فما ارتحنا إلا تقريبا 4 ساعات على طول جينا على الملعب، وكنا متحمسين جدا إن نلعب، وكان الأمر لنا شيء يعني كل الشباب سعودية ويعني بطولة مهمة للسعوديين، وكان ودنا نشارك فيها بصراحة. وبصراحة يعني مجهود جدا رائع، هذا اللي أنا أقدر أقوله بصراحة. طيب كابتن، فريقكم كم لكم يعني تجهيزات تمارين؟ سويتوا شيء يعني عشان البطولة، ولا يعني كان اللعب بس يعني عندكم في المدينة كان لعب عادي وبعدين قلتوا فريق يلا نشارك في البطولة؟ احنا ما استعدينا، احنا كنا نلعب كفرق لان احنا فريق جامعي، وطبعا فرق الجامعة تختلف، السعوديين كثار تعرف انت 4 فرق 5 فرق والواحد ينقي منهم، هذه اول تجربة لنا نجربها في الجامعة، يعني تجربة رائعة جربنا، اخترنا الآن نشوف وش الأفضل لنا، بالعكس الآن تجربة الفريق وتجربة الفريق فلنت طبعا. يعني أنا أحب أضيف على أخوي فيصل أن فريقنا هذا تقريبا مو فريقنا يعني بشكل أساسي، لو تعرف شو اسمه بعض شو اسمه اللعيبة من فريقنا اعتذروا بسبب ظروف خاصة فيهم خصوصا بعض المتزوجين، فعشان كذا يعني ما قدرنا نطلع يعني حتى لعبنا اليوم بدون احتياط، فهذا المشكلة عنا يعني، وإن شاء الله بإذن الله يعني يكون الشباب كلهم إن شاء الله المباراة الجاية يكون كلهم يعني مكملين لبعض إن شاء الله، ورحنا نلعب بشكل. شفتك ضايقت شوي من الجمهور، كان هل يعني في شيء ولا؟ والله الجمهور حماسي، الجمهور حماسي شوي. هل نرفزكم في المباراة؟ هل يعني شوف ولا لا كانت هزيجة؟ لعب تحت الضغوط، الواحد لما يلعب تحت ضغط وخاصة لما يكون الجمهور يشجع الفريق الآخر يعني ما يشجعك، فتكون عليك ضغوط، فأي كلمة تسمعها أي شيء على طول يجذبك المشجع، أنت ما تبغى تركز على اللعب ولا تركز معهم، فأحيانا تزعل بس يفضل أنك ترجع للعب وتركز. يعطيك العافية، جمهور رائع بصراحة ما في أي شيء. يعطيكم العافية وبالتوفيق إن شاء الله في البطولة والبطولات الجاية إن شاء الله أنكم تشاركونا. الله يعطيك، مبروك، يعطيكم العافية. يا كابتن ريال الرحيلي، كابتن فريق يودي، الجامعة المنافسة لنا في نفس المدينة، كيف شفت البطولة؟ فرق بين البطولة هذه والبطولة اللي شاركتوا فيها الماضية، مستوى فريقكم ومستوى البطولة بشكل عام؟ والله بصفة عامة يعني البطولة هي بطولة حلوة، إنه نجتمع كلنا ونلعب، البطولة الماضية طبعا كانت أول بطولة للأستاذ صالح، يعني أكيد أي واحد بيبدأ شيء جديد لازم يكون فيه أخطاء وما أخطاء، بس يعني الحمد لله البطولة هذه توسعت البطولة وازدادت عدد الفرق ولعبنا يعني صار في تجددات في البطولة والحمد لله. طيب كيف الفريق، هل دخلتوا بنفس الفريق ولا طورتوا بفريقكم؟ لا يعني
طبعا طورنا من الفريق، والبطولة اللي فاتت كنا لسه جدد أول مرة نلعب مع بعض، الحمد لله تمرنا وعرفنا بعض أكثر وأكثر الحمد لله. هو هم في البطولة هذه شدين حنا وإن شاء الله بإذن الله فلنا الكاس يا رب. طيب شفتك يا كابتن في نرفزة بينك وبين اللاعب وبينك وبين الجمهور، يعني إيش السار في الوضع؟ لا هذه طبيعية، يعني وسط الكورة هو أنا دخلت عليه يقول لي ألعب زي الناس، قلت له أنت ما تقول لي أنا كيف ألعب، بس يعني بس وسط الكورة، بعد الكورة حبايب يعني إحنا أخوان، هذه وسط الكورة تصير نرفزة، في الكورة ما تعرف صاحبك أخوك ما تعرف، تركيز يكون عالي، تركيزك يكون عالي اللي ضدك صاحبك أخوك، أهم شيء أنت تلعب بعد المباراة كل شيء يرجع زي ما كان. يعطيك العافية كابتن، كيف شفت الفريق المنافس؟ الفريق لعب قبلكم مباراة وكل رشح يعني يكون واصل النهائي، بس أنتم لعبتوا الشوط الأول ضغطتوا فزتوا تقدمتوا عليهم بأربعة، الشوط الثاني يعني كل اللي شاف أنكم هديتوا اللعب، مع الروح اللي كانت موجودة في الشوط الأول نهائي اختفت في الشوط الثاني. والله أول شيء الفريق اللي قدامه ما شاء الله عليه فريق منظم، وهذا اللي فادهم، وإحنا زي ما أنت شايف كنا ناقصين لعيبة، ثلاثة لعيبة مصابين ما قدرت ألعب برضو أنا منهم مصابين، وإحنا اللي ضايقنا إن الشوط الثاني ما كان فيه تبديلات، بس وثرت علينا اللياقة. يعطيكم العافية ما قصرت شباب، شكرا توفيق إن شاء الله في البطولة. معنا الكابتن لوي القرني، كابتن فريق يونايتد من ولاية انديانا. كابتن كيف شفت البطولة والتنظيم واستعدادات الفرق الثانية واستعداد فريقكم للبطولة؟ والله بشكل عام يعني تفاجأنا بالملاعب والترتيب والكور والتوفر الأشياء اللي توفرونها وكذا. الشيء الثاني يعني صحنا ما كنا متحضرين وتوجينا على طول، جينا من المدينة وصلنا ولعبنا على طول، لكن ما قصرنا وكابتن حق محمد ما قصر سوى هاتريك اليوم. لا ما يعني أبغى صحح لأخي لو ما سجلت هاتريك. المهم صراحة عجبنا التنظيم الطلاب يعني، ومشكورين على المجهود اللي قدمونا صراحة على تجمعنا وتعارفنا، يعني أهم شيء المعرفة يعني نتعرف على بعض، ولا الكورة يعني كل واحد يقدر يلعب في أي مكان، تجمعنا وتعرفنا يعني اخواننا هذا اهم شيء، وهذا الهدف يعني الاساسي، وانه الروح الرياضيه تكون سائده يعني في الدوره ان شاء الله، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في حياتهم الدراسيه والحياه ان شاء الله الزوجيه اللي ما تزوج وفالنا الكاس ان شاء الله. ان شاء الله كابتن فريقكم هل كان يعني من اعلن البطوله جمعتوا لاعبين ولا كان في استعداد في مدينتكم؟ صراحة يعني في جالسين في الموضوع من خلال لنا مدة شهر، وإحنا نجمع في اللعب، في بعضهم ما حضر، في بعضهم تكنسل جاه إصابات وما يعني حتى تكنسل، لكن الحمد لله يعني ما قصرنا، وصلنا بالعدد المطلوب جينا ثمانية. طيب كان في تمارين، كان في إعدادات ولا؟ والله بكل أمانة ما كان في تمارين، لكن إحنا دائما نلعب كل ويكند، فهذا التمرين حقيقة إن شاء الله إن الأسابيع الجاية يعني نعمل على الترتيب ونتمرن براكتس. طيب يعني كابتن يعني بعد المدينة أثر عليكم في لعبكم اليوم؟ لكن الحمد لله ما نشوف أنه ما قصرنا، ممكن كان نسوي أكثر لو أنه مرتاحين، لكن الحمد لله مدام أنه فايزين وما قصرنا الحمد لله. أنا نشوف يعني أكيد يعني البعد يلعب يعني دور يعني أساسي، بس يعني أهم شيء أنه يعني نسافر نغير جو، يعني من أهم شيء أنه تغيير الجو، تعرف على ناس، شرواكم شرواك الطيب يعني، والحمد لله يعني انه كنا سليم يعني، على الخوينا كان يسرع يعني هذا المعلوميه يعني. طيب شفتوا فرق ثانيه؟ تابعتوا اي فريق من الفرق الثانيه؟ تابعتوا يعني شفتوا في منافسه يعني؟ والله يعني مثل على ما قال له اخوي لؤي يعني قال في البدايه انه احنا اول ما جينا على طول يعني وصلنا على طول لعبنا مباراتنا، بس ما شفنا ان شاء الله، ولنا فرصه الحين نشوف يعني المباريات ونشوف الفرق الثانيه وندرسها عشان ناخذ الكاس. والتوفيق ان شاء الله، فالكم الكاس ان شاء الله. يعطيكم العافيه شباب.